ونبتدي مع حضراتكم دلوقتي مع الأخبار اللي حصلت امبارح. وامبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع تابع فيه نشاط ومشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ووجه سيادته بتركيز استراتيجية المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الاستثمارات الهادفة إلى توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية وكمان توفير فرص العمل، ده بالإضافة لتعزيز وجهود جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال إنتاج الطاقة النظيفة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والسيد وليد سامي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض نشاط مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقد تم في هذا الإطار عرض خريطة المشروعات الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والجهود القائمة لتعزيزها من خلال المناطق الصناعية المختلفة المزمع إقامتها في المنطقة بالتعاون مع الشركاء الأجانب، فضلاً عن استعراض القطاعات الصناعية المستهدفة في هذا الصدد، وكذلك جهود توطين مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والوقود الأخضر، خاصة مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وذلك بالتعاون مع الشركة الأجنبية للاستفادة من النتائج المثمرة التي أسفرت عنها قمة شرم الشيخ العالمية للمناخ COP27 في هذا الإطار. وقد وجه السيد الرئيس بتركيز استراتيجية المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الاستثمارات الهادفة إلى توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية وتوفير فرص العمل، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية، وكذلك توفير إمدادات الطاقة الكهربائية في هذا الإطار، بالإضافة إلى تعزيز الجهود القائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجال إنتاج الطاقة النظيفة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والحيوي للقناة بما يساهم في أن تصبح من المناطق الرائدة والجاذبة على مستوى العالم في هذه الصناعة البازغة. هنروح دلوقتي مرة تانية لزميلتنا لمياء عشان نعرف منها أسعار الذهب والعملات. شكرا. صباح الخير عليكي مرة تانية لمياء. صباح النور عليك يا فندم. دلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع متوسط أسعار صرف العملات الرسمية. نبدأ بالدولار الأمريكي، سعر البيع فيه 24.44 والشراء 24.36. اليورو سعر البيع فيه 25.31 والشراء 25.22. جنيه استرليني سعر البيع فيه 28.93 والشراء 28.83. فرنك سويسري سعر البيع فيه 25.95 والشراء 25.86. اليوان الصيني سعر البيع فيه 3.43 والشراء 3.42. ريال سعودي سعر البيع فيه 6.50 والشراء 6.48. دينار كويتي سعر البيع فيه 79.47 والشراء 79.19. وأخيرا الدرهم الإماراتي سعر البيع فيه 6.65 والشراء 6.63. وهنرجع نتابع معاكم دلوقتي متوسط أسعار صرف أسعار بيع الذهب، ونبدأ بعيار 18 سعر السوق النهاردة 1088 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر السوق النهاردة 1270 جنيه للجرام، عيار 24 1450 جنيه للجرام، وأخيرا الجنيه الذهب سعر السوق 10160 جنيه. هنرجع مرة تانية لأحمد وبسنت نكمل معاهم باقي الفقرات. شكرا ليك يا لميا. طيب نروح لمجموعة من الأخبار اللي حصلت امبارح والأحداث المهمة اللي يمكن أهم ما حدث بالأمس زي ما قلنا لحضراتكم في بداية الحلقة، اللقاء اللي أجرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة موقف الأرصدة والاحتياطات الاستراتيجية من السلع الأساسية في الأسواق.
كمان عندنا إشادة وكالة فيتش بنجاح مصر في الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، ومن بين يعني الأخبار الهامة اللي بتتواكب مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتخفيف من حدة الأزمة الروسية الأوكرانية على المواطنين تحديدا وتوفير السلع والاحتياجات للفئات الأكثر يعني احتياجا، هنلاقي ان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أطلق المرحلة الخامسة من قوافل ستر وعافية في الغربية، وده لتوفير خدمات لأكثر من 10,000 مواطن في المحافظة. تعالوا نتابع هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها الاجتماع اللي عمله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة موقف الأرصدة والاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الأساسية في السوق والاطمئنان على توفرها للمواطنين. وجه رئيس الوزراء باستمرار إتاحة الرز بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية. كمان امبارح نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الشائعات اللي ترددت بخصوص وجود عجز في الكميات المعروضة من الرز الأبيض بالأسواق، وقال إن المركز ده كلام مش حقيقي وإنه مفيش أي عجز في الكميات المعروضة من الرز الأبيض بالأسواق والمنافذ التموينية، وإن كل السلع الغذائية الأساسية متوفرة بشكل طبيعي ومن بينها الرز بكافة أنواعه، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منه يومياً بجميع الأسواق والمنافذ التموينية بكافة محافظات الجمهورية. كمان امبارح نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقرير تضمن انفوجرافات بتسلط الضوء على إشادة فيتش بنجاح مصر في تحسين نقاطها بمؤشر متعقب الإصلاح بفضل الإصلاحات الأخيرة اللي قامت بيها مصر، واللي ساعدت في تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية. امبارح برضو المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك لقاء الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على مدار الأيام الماضية مع عدد من رجال القوات الخاصة ورجال المنطقة المركزية والشمالية العسكريتين، بالإضافة لعناصر من الشرطة العسكرية ومن القوات البحرية. وحضر اللقاءات الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. امبارح أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المرحلة الخامسة من قوافل ستر وعافية لأهالي قرية كفر حجازي التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية. المرحلة دي شارك فيها أكثر من 15 عضو من أعضاء التحالف الوطني لتقديم خدمات لأكثر من 10,000 مواطن بالمحافظة، وبيأتي تنفيذ قوافل ستر وعافية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتخفيف العبء عن الأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية. هنروح دلوقتي مع حضراتكم في جولة في المحافظات المصرية، ومعانا مجموعة من الأخبار والأحداث المهمة اللي حصلت امبارح في المحافظات الجمهورية، ومنها إطلاق مبادرة الوحدة الصحية المتنقلة في الإسماعيلية وتوفير 3,000 طن رز شعير لتلبية احتياجات المواطنين في المنوفية وتكريم لاعبي منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي في الشرقية، وكمان أخبار تانية كتير هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. أخبار وأحداث كتيرة حصلت امبارح في المحافظات، البداية من الإسماعيلية اللي تم فيها إطلاق هيئة الرعاية الصحية مبادرة الوحدة الصحية المتنقلة، ودي عبارة عن سيارة أو عيادة متنقلة فيها فريق طبي بيقوم بتقديم توعية للمواطنين ومساعدتهم في التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل، وده في إطار الجهود المبذولة لتوفير خدمات صحية متميزة وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين. في بني سويف أكد المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم على أهمية قطاع مياه الشرب والصرف الصحي واللي بيأتي في مقدمة الخطة التنموية والخدمية للمحافظة، علشان كده تم تنفيذ مشروعات شبكات مياه الشرب 95%، ووصلت نسبة تنفيذ مشروعات المد والتدعيم لشبكات الصرف الصحي 100%. في المنوفية كشف المحافظ اللواء إبراهيم أبو ليمون عن دعم المحافظة ب 3,000 طن رز شعير لسد احتياجات المواطنين مع توفير كافة السلع بكميات كافية وإتاحتها بصفة مستمرة.
في جامعة الفيوم تم إطلاق مسابقة مهرجان أمير الشعراء اللي بتنظمها الإدارة العامة لرعاية الشباب، وبيشارك خلالها طلاب وطالبات من مختلف كليات الجامعة بالإضافة لطلاب وطالبات المدن الجامعية. في أسيوط تم دعم قطاع الطب البيطري بالمحافظة ب 31 جهاز سونار من وزارة الإنتاج الحربي لتجهيز الوحدات البيطرية اللي تم إنشائها ضمن المجمعات البيطرية الزراعية بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري. في الوادي الجديد تم افتتاح أعمال تطوير ورفع كفاءة مقر المجلس الطبي العام الكوميسيون الطبي بمستشفى الخارجة التخصصي، وبلغت تكلفة أعمال التطوير 1.2 مليون جنيه، شملت تجهيز غرف الكشف والفحص والمعمل الطبي ومكاتب خدمات المواطنين. في كفر الشيخ انطلقت فعاليات اليوم الأول لمسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية للمتقدمين من طلاب الأروقة الأزهرية الخاضعة لإشراف الجامع الأزهر من كافة الإدارات التعليمية الأزهرية التابعة للمنطقة. في جامعة دمياط انطلقت المرحلة الأولى لتلقي لقاح كورونا لطلاب الجامعة الجدد، والمرحلة دي هتستمر لمدة أسبوع داخل الجامعة بالتعاون مع مديرية الصحة بدمياط. في الشرقية كرم المحافظ الدكتور ممدوح غراب لاعبي منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي اللي شاركوا في منافسات بطولة إفريقيا المفتوحة لرفع الأثقال البارالمبي. دلوقتي جه ميعادنا مع مجموعة من الأخبار اللي هتحصل النهاردة بمشيئة المولى عز وجل، يمكن اللي من بينها أو أهمها أن السفيرة سهى جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج هتعقد لقاء ثلاثي مع مفوض الرئاسة القبرصية ونائب وزير الخارجية اليوناني لشؤون المغتربين، وده ضمن الاستعدادات للنسخة الخامسة لمبادرة إحياء الجذور. النهاردة كمان هتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بذكرى تجليس قداسة البابا الراحل البابا شنودة الثالث على كرسي البابوية، وكمان النهاردة هيكون معادنا مع أو في خبر خاص بأن منظمة الصحة العالمية هتحيي اليوم العالمي للسكري والتوعية بالأمراض. هنتابع من خلال هذا التقرير مزيد من التفاصيل. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالسفيرة سهى جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج هتعقد لقاء ثلاثي مع فاتس فوتيو مفوض الرئاسة القبرصية وأندرياس كيتسينياتوس نائب وزير الخارجية اليوناني لشؤون المغتربين، وده ضمن الاستعداد للنسخة الخامسة في إطار المبادرة الرئاسية إحياء الجذور لتعزيز مجالات التعاون بين مصر وقبرص واليونان. النهاردة هتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بذكرى تجليس قداسة البابا الراحل البابا شنودة الثالث على كرسي البابوية في الكاتدرائية المرقسية الكبرى. النهاردة برضو هتحيي منظمة الصحة العالمية اليوم العالمي لمرضى السكري اللي بيصادف يوم 14 نوفمبر من كل عام، وبيكون فرصة لزيادة الوعي بالمرض كقضية عالمية تتعلق بالصحة العامة وما يجب القيام به بشكل جماعي أو فردي لتحسين الوقاية من مرض السكري.